السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنبدأ في الجزء الجديد بتاع الدكتور طارق ومعظم المنهج الترمدة إن شاء الله يا رب، بيتكلم على الكيموثيرابي. والكيموثيرابي ديت عبارة عن كلاس كبيرة قوي زي ما هنشوف مع بعض، وتحتها برانشات كتيرة. صلوبين على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعالوا نبدأ الكلام بتاعنا. أول حاجة عايزين نحطها في دماغنا إن في كلمة، يعني دايماً الناس مربوطة في دماغها إن كلمة كيموثيرابي هو الأدوية بتاعة الكانسر، وده كلام غلط. كلمة كيموثيرابي في الكيمياء هي أي دواء بيموت حاجة. أي حاجة بتموت في الكيمياء هنقول عليها كيموثيرابي. فالأدوية اللي بتموت خلايا الكانسر هنقول عليها كيموثيرابي، الأدوية اللي بتموت خلايا الفيروس بنقول عليها كيموثيرابي، الأدوية اللي هتموت خلايا الفنجاي هنقول عليها كيموثيرابي، الأدوية اللي بتموت البكتيريا زي المضادات الحيوية هنقول عليها كيموثيرابي، أدوية المطهرات اللي بتموت البكتيريا اللي على الجلد واللي على الحيطة واللي على الأرض ومش عارف إيه، كل الكلام ده بنقول عليه كيموثيرابي. الأدوية بتاعة الديدان اللي بتموت الديدان اللي في ساعة الطيارية والكلام ده كله، ده كيموثيرابي. فكلمة كيموثيرابي هو دواء بيموت. فالكيمو ثيرابيوتيك ايجنت او الانتي مايكروبيال ايجنت هي عباره عن حاجه بتموت ملهاش علاقه بالكانسر بس. تحت الكيمو ثيرابي بقى المفروض ان طول الترم هناخد بتاع 10 11 كلاس مثلا، من ضمنهم الادويه بتاعه الفيروس، ما هي الادويه بتاعه الفيروس ديت تعتبر كيمو ثيرابي، من ضمنهم الادويه بتاعه الكانسر، فالادويه بتاعه الكانسر ديت بيتقال عليها كيمو ثيرابي. النهارده بنبدا من الكلام من الاول خالص، وهنتكلم على الانتيسيبتيك والديسنفكتنت. قبل ما نتكلم مع بعض يعني ايه انتيسيبتيك وديسنفكتنت وايه الفرق ما بينهم، عايزين نتفق ان كلمه انتيسيبتيك وديسنفكتنت هو اليوزز بتاع كل المركبات اللي جايه الحصه دي والحصه اللي جايه ان شاء الله. يعني اي مركب هحتاس فيه في الامتحان انا مش عارف الاستخدام بتاعه ايه، هروح كاتب انتيسيبتيك وديسنفكتنت. انتيسيبتيك وديسنفكتنت بالعربي هو نفس المعنى، هي ماده مطهره. لكن اي مركب الاستخدام بتاعه مش هناكد عليه، يعني في حاجات معينه هناكد عليها، لكن اي حاجه ما اكدناش عليها هنقول عليها انتيسبتيك وديسنفكتنت وخلاص. ايه بقى فرق الانتيسبتيك عن الديسنفكتنت؟ دي اول حاجه مهمه نتكلم عليها. الفرق الوحيد ما بين الانتيسبتيك والديسنفكتنت ان الانتيسبتيك ماده مطهره ممكن نحطها على الجلد، ممكن نحطها على السكن، لكن الديسنفكتنت ماده مطهره ما ينفعش تتحط على السكن، بتتحط على الانانيميت اوبجكت، ما ينفعش تتحط على الجلد بتاعي. عايز تقول ايه؟ من ضمن المواد المطهره اللي ممكن نفكر فيها، انا لو اتجرحت في البيت، انا لو اتعورت تعويره كده صغيره، ممكن نحط الكحول، ممكن نحط ايثانول زي اللي كلنا بنستعمله، ممكن على الجرح بتاعي دوت نحط مثلا شويه ميه اكسجين بتحرق بس بتنظف الجرح بتاعي، ممكن على الجرح دوت نحط بيتادين. فكل الحاجات ديت عباره عن مواد مطهره ممكن نحطها على الجرح، فكل الحاجات دي ممكن نقول عليها انتيسبتيك. لكن هل ينفع مثلا نتجرح يبقى عندي تعويره مثلا واحط على الجرح دوت كلور؟ ما هو الكلور اللي بيستخدم في البيوت في الهدوم والكلام ده كله دي تعتبر مواد مطهره، بس هل ينفع نحط كلور على الجرح؟ الجرح ده هيتاكل هيتحرق. هل ينفع نحط على الجرح دوت فينيك مثلا؟ ما هو الفينيك ده في الاخر هيطلع عباره عن فينول. الديتول على فكره عباره عن فينيك بس نضيف شويه، فهو عباره عن فينول في الاخر. هل ينفع نحط ديتول او فينيك على الجرح بتاعنا؟ طبعا الجرح هيبوظ. فالحاجات اللي بتطهر، الحاجات اللي بتنظف بس ما ينفعش تتحط على الجلد بتاعنا بنسميها ديسنفكتنت. الحاجات اللي بتطهر وينفع تتحط على الجلد بنقول عليها انتيسبتيك. كل الانتيسبتيك ممكن يستخدموا كديسنفكتنت مش العكس. بمعنى الكحول، السبيرتو، الايثانول ممكن ننظف بيه الجلد، ممكن ننظف بيه الارضيات، ممكن ننظف بيه الترابيزه، ممكن ننظف بيه الاكياس. فالحاجات الانتيسبتيك ممكن تستخدم كديسنفكتنت، لكن الديسنفكتنت ما ينفعش يستخدم كانتيسبتيك. فاول حاجه مهمه ان اليوزز بتاعت الحصه دي والحصه اللي جايه كلها لو اتزنقت فيها انتيسبتيك وديسنفكتنت، فرق الانتيسبتيك عن الديسنفكتنت ان الانتيسبتيك نقدر نحطه على السكن، لكن الديسنفكتنت ما يقدرش نحطه على الليفينج تيشو. احنا هنبدا الكلام بتاعنا في الكيموثيرابيوتيك ايجنت، واتفقنا ان الكيموثيرابيوتيك ايجنت ده قصه كبيره قوي. الكيموثيرابي ديت يعني احنا بنموت حاجه، اي حاجه بقى احنا بنموتها. والحاجات اللي هنتكلم عليها نبدا باللوكال انتي انفكتيف، واللوكال انتي انفكتيف او الجيرمي سايد دي بدلها بعد كده هنكتب انتيسيبتيك وديسنفكتنت. فاللوكال دي حاجات موضعيه، حاجات مطهرات موضعيه، فاللي احنا بنقول عليها انتيسيبتيك وديسنفكتنت. طبعا الكلام اللي عارفينه من المايكرو ان اي حاجه بتموت نقول عليها سايدل، اي حاجه بتمنع الجروث هنقول عليها ستاتيك. فعندي فنجي سايدل وفنجي ستاتيك، فيرو سايدل وفيرو ستاتيك، بكتيريو سايدل وبكتيريو ستاتيك، فده برضو كلام جنرال قوي. هنا اللي يلزمني ان الاستخدامات بتاعه كل الحاجات اللي جايه بعد كده هنقول عليها انتيسبتيك وديسنفكتنت. الانتيسبتيك حاجات ينفع تتحط على ليفنج تيشو، الديسنفكتنت ما بتتحطش على ليفنج تيشو، بتتحط على انانيميت اوبجكت، يعني ما ينفعش تتحط على ليفنج تيشو.
الرغي بقى اللي موجود في الورق على الانتيسبتيك والديسنفكتنت ده رغي، ده قرايه، ده كلام ما بيتسالش عليه في الامتحان. ايه البروبرتي بتاعت الانتيسبتيك؟ انا عايز انتيسبتيك كويس ابن حلال، ما فيش مركب اصلا في كل الحاجات اللي هنقراها مع بعض دلوقتي، والديسنفكتنت نفس الكلام. فالاساس ان الاستخدام انتيسبتيك وديسنفكتنت ده بيتحط على ليفنج تيشو، ده ما بيتحطش على ليفنج تيشو. بقيه الرغي بقى اللي مكتوب، عايز الانتيسبتيك يشتغل رابت، ماشي اهلا وسهلا، سستين ذا اكشن، يقعد فتره طويله، يبقى له لو سيرفس تنشن علشان يستنى على الجلد فتره طويله، ما بيعملش اريتيشن، ما بيحرقش، ما بيعملش اليرجي، ما بيعملش حساسيه، نهار اسود هجيب منين دواء يعمل الكلام ده كله، ما بيعملش سيستميك توكسيستي، مش انترفير مع الهيلنج، يسيب الجرح يخف لوحده، يريتين الاكتيفيتي ان بريزنس اوف بودي فلويد زي البص لو كان فيه خراج او كده، يبقى يفضل شغال بيموت البكتيريا. فتاني ده رغي، ده خلاصه الكلام، انا عايز الانتيسبتيك يبقى حلو قوي وخلاص. الديسنفكتنت نفس الكلام، عايزه يبقى رابد، يبقى نون ستيننج، ما بيعملش صبغات، نون كوروسيف، ما يبوظش الحاجه اللي بيتحط عليها، ملوش ريحه عشان ما يزهقنيش، يكون بيخش الاورجانيك ماترز عشان يقدر يموت البكتيريا زي ما انا عايز، كومباتبل مع الحاجات اللي بنستخدمها في العادي زي الصابون، مش انكتيفيتد بالليفنج تيشو، يعني مش لو وقع على الجلد يبوظ مثلا، او مش تاني كل الكلام ده مالكش دعوه بيه. الانتيسيبتيك والديسنفكتنت ممكن نتكلم معاهم على التوبيكال انتي بايوتكس. انتي بايوتيك يعني مضاد حيوي، بس لو حطيته على الجلد بقى توبيكال انتي بايوتيك، زي الجراميسن وزي الكيناكومب، ده فيه مضاد حيوي توبيكال وهكذا. زي ما هنعرف في جزء تاني من المنهج، معظم التوبيكال انتي بايوتيك بتبقى بورلي ابزوربد من السكين، هي اصلا معموله توبيكال وما بتخشش من السكين، وبتعمل الرجي وبتعمل ريزيست، بس من العك كده من الاخر كده ملهاش اي لازمه اصلا. فالتوبيكال انتي بايوتيك دي بس ملهاش اي فايده. فاحنا بنتكلم على ان المركبات اللي هنستخدمها هنا او اللي هنتكلم عليها بالتفصيل الانتيسيبتيك والديسنفكتنت. انتيسيبتيك والديسنفكتنت بقى هنتكلم في كلاسات كتيره قوي على اخر الجزء دوت، هنتكلم في 11 كلاس، 11 كلاس مختلفه. وصعوبه الجزء دوت ان كل الكلاس تحتها اربع خمس مركبات، اربع خمس، فانا محتاج ان انا اذاكر اسم الكلاس وبعدين اذاكر المركبات اللي تحتها. هي مركبات مش صعبه زي ما هنشوف مع بعض النهارده والمره اللي جايه، بس المهم ان انا اجمعهم كويس ورقه كده على الجنب، الكلاس الاولانيه فيها كذا وكذا وكذا، الكلاس الثانيه فيها كذا وكذا، واقعد اذاكرهم كتير عشان الكلام ده هيلخبطني بعد كده. اول كلاس عندنا في الانتيسيبتيك والديسنفكتنت هنتكلم على الالكحول والريليتد كومباوند. اي مركب الكحول في الدنيا ممكن يستخدم كانتيسيبتيك، زي الايثانول اللي كل الناس بتستخدمه دلوقتي. فالايثانول السبيرتو الالكحول اللي موجود في الصيدليات بيبقى 70% في الغالب اللي الناس بتستخدمه، الالكحول ده عباره عن انتيسيبتيك، عباره عن ماده مطهره. نبدا كلامنا في الالكحول على الاس اي ار بتاعه الالكحول، واتفقنا اول ما نقول اس اي ار بنقول امتحان، وهما كلمتين صغيرين اه بس بييجوا في الامتحان بتاع اخر السنه، بيجي امتحان على هيئه ام سي كيو. فاول حاجه في السار بتاعه الكحول، اول حاجه ان الاكتيفيتي بتاعه الكحول بتزيد مع زياده عدد الكربونات لحد 8 كربونات. كل ما بتزود عدد الكربونات كل ما بتزود الاكتيفيتي، بس لحد 8 كربونات، بعد ال 8 كربونات الاكتيفيتي بتاعتك بتقل. الكلام دوت معناه ايه؟ الكلام دوت معناه ان انت لو بتقارن ما بين الكحول من 5 كربونات مع الكحول من 6 كربونات، اكيد ال 6 كربونات احسن. لو بتقارن الكحول من 6 كربونات مع الكحول 8 كربونات، اكيد ال 8 كربونات احسن. لو بتقارن الكحول 8 كربونات مع الكحول 9 كربونات، ال 8 هيبقى احسن. الماكسيمم اكتيفيتي بتاعت الكحول بتاعك هو ال 8 كربونات. فالاكتيفيتي بتاعت الكحول الانتيسيبتيك اكتيفيتي بتزيد مع زياده عدد الكربونات، بس الكلام دوت لحد 8 كربونات. بس دكتور بيحاول يشرح لي القصه ديت ان احنا بنتكلم على ان البكتيريا او المايكرو اورجانيزم بتاعي بيبقى له سيل ممبرين، والسيل ممبرين دوت علشان تعديه انت لازم تكون لايبوفيلك، بس جوه البكتيريا بقى السيتوبلازم اللي ماشي جوه البكتيريا ده عباره عن اكويوس سوليوشن، ده عباره عن ميه، فانت لازم يكون في جزء منك لايبوفيلك علشان تعدي من السيل ممبرين، ولازم جزء هيدروفيلك علشان تشتغل جوه الخليه. وعلى فكره كل المركبات في الكيمياء عايزينها بالطريقه دي، في بالانس ما بين اللايبوفيلك والهيدروفيلك. انت لما بتزود عدد الكربونات، زياده عدد الكربونات بتزود اللايبوفيلستي، ولما بتزود اللايبوفيلستي بتزود البنتريشن من السيل ممبرين، بتعدي اسرع من السيل ممبرين، يعني هتشتغل على الخليه ديت احسن شويه. المشكله لما بتعدي الثمان كربونات من اول تسع كربونات وانت طالع المركب ده ما بيدوبش في الميه خالص. فالمركب الكحول اه، بس لانه ما بيدوبش في الميه عامل زي نقطه الزيت، هو بيعدي بسرعه جدا من السيل ممبرين، بس هيكلكع هنا، مش هيخش بقى جوه الخليه علشان يعرف يشتغل، فده ملوش اكتيفيتي اصلا، تقريبا ان اكتف خالص. فهنا بنتكلم ان زياده عدد الكربونات هتزود الاكتيفيتي بتاعه الكحول كانتيسبتيك، بس لحد 8 كربونات، اكتر من كده الاكتيفيتي بتاعتك بتقل.
تاني نقطة بنتكلم عليها بنقول إن البرانشنج بيقلل الأكتيفيتي، ونركز مع بعض إن الدكتور لما بيتكلم هنا بيتكلم بالترتيب، يعني رقم واحد أهم من رقم اتنين، فأنا عشان كده هزود كلمة صغيرة، لما بتزود عدد الكربونات بتزود الأكتيفيتي عامة، البرانشنج هيقلل الأكتيفيتي بس لنفس عدد الكربونات، تأثير عدد الكربونات أهم من تأثير البرانشنج. فنفس عدد الكربونات لو عملت فيها برانشنج الاكتيفيتي بتاعتك بتقل. هنشرح مع بعض الكلام دوت يعني ايه. فالبرايمري الكحول هيبقى مور اكتف عن السكندري الكحول عن التيرشري الكحول، وهنتكلم مع بعض في مثال دلوقتي. فكل ما بتزود عدد الكربونات كل ما الاكتيفيتي بتاعتك بتزيد لحد 8 كربونات، والبرانشنج بيقلل الاكتيفيتي بس لنفس عدد الكربونات. يعني ايه بقى البرانشنج بيقلل الاكتيفيتي؟ لو احنا حابين نقارن مع بعض مركب زي البيوتانول، الكحول من اربع كربونات بس ستريت تشين كده ورا بعض، اربع كربونات عندهم مجموعه او اتش. لو قارنت المركب ده بالايزوبيوتانول، المركبات مش حفظ على فكره، انا بس بحاول اوصل لكم الفكره. فالايزوبيوتانول مركب فيه برانش واحد، لو قارنته مع الترشري بيوتايل الكحول عباره عن كربونه عندها 3 سي اتش 3 بالشكل ده، كان هم شويه كربونات بس طالع منهم برانشين. فالمركب الان برانش اللي ما فيهوش برانشات احسن من المركب اللي فيه برانش واحد، واللي فيه برانش واحد احسن من اللي فيه برانشين. فالقصه في الاخر ان انت لما بتعمل برانشنج بتقلل الاكتيفيتي بس لنفس عدد الكربونات. ليه عمال تاكد بقى على قصه نفس عدد الكربونات ومش نفس عدد الكربونات؟ لان من ضمن الامثله المهمه جدا اللي الدكتور بيشرح عليها القصه دي وبيسال عليها في الامتحان، لو حبيت تقارن ما بين الايثانول الايثايل الكحول العادي والايزوبروبانول. كلمة ايزوبروبانول يعني بنتكلم على مركب برانشد. الناس اول ما بتسمع ايزو يبقى تقول المركب ده برانشد الاكتيفيتي بتاعته اقل. لا بالراحة علي، ده المركب دوت فيه ثلاث كربونات لكن دوت فيه كربونتين اتنين بس. فالايزوبروبانول مور اكتف كانتي سيبتك عن الايثانول مع انه برانشد. ليه؟ علشان عدد الكربونات. فكل ما بيزيد عدد الكربونات كل ما الاكتيفيتي بتزيد، ده عامة لنفس عدد الكربونات بقى 3 مع 3 4 مع 4، البرانشنج بيقلل الاكتيفيتي، لكن الاول بندور على عدد الكربونات. وعلشان كده ما بين الايزوبروبانول والايثانول الدكتور بيقول لي ان 40% من الايزوبروبانول مكافئين ل 60% من الايثانول. فلما بتشتغل بتركيز قليل مكافئين دوت يعني بيدوا نفس الاكتيفيتي بيموتوا نفس البكتيريا، ف 40% بتشتغل بتركيز صغير يبقى انت كده معنى كده انت احسن من الايثانول. كل ما بتشتغل بكونسنتريشن قليله كل ما الدواء بتاعك يبقى دواء افضل شويه. فخلاصه الكلام في الاس اي ار، كل ما تزود عدد الكربونات كل ما الاكتيفيتي بتزيد، بس الكلام دوت لحد 8 كربونات بس، بعد كده الاكتيفيتي بتقل. 2 البرانشنج بيقلل الاكتيفيتي بس اتفقنا لنفس عدد الكربونات. ده كده بالنسبه للاس اي ار بتاعت الالكحول. لو عايز بقى تتكلم على الامثله اول اربع خمس امثله، ده رغي كده قليل قوي لما بيجي في الامتحان. يعني اول مثال عندك في الورق هيبقى الايثانول. معظم الايثانول اللي بيستخدم في الصيدليات او اللي احنا بنستخدمه دلوقتي عباره عن 70%، في ناس بتستخدم 95% بس ده تركيز عالي قوي. فمعظم اللي بيستخدم بيبقى 70%، والاستخدام الاساسي بتاعه هنرجع للعنوان بتاع المذكره، انتيسبتيك وديسنفكتنت. الرغي اللي في الورق بقى انتيسبتيك وسولفنت وبريزرفاتيف، الكلام دوت ملوش اي لازمه اصلا. رقم 2 هنتكلم على الايزوبروبانول، واللي مهم في الايزوبروبانول ان هو مور اكتف عن الايثانول مع ان هو برانشد. ليه؟ علشان عدد الكربونات اكتر شويه. هتلاقوا في بريباريشن للايزوبروبانول في الورق، يعني هو مش مهم قوي، ان انا لو بدات من البروبايلين المركب اللي فيه 3 كربونات مع دبل بوند وفعلتهم مع ميه، فاللي بيحصل ان احنا بنكسر الدبل بوند، اتش بتخش على الاتشات الكتيره علشان قاعده ماركينيكوف، والاو اتش بتخش على الاتشات القليله، فهيطلع لك الايزوبروبانول في الحاله دي. فتاني ان مجرد ان انا عندي الكين بروبين عادي وهنفعله مع الميه هنطلع الايزوبروبانول. اهم حاجه ان الاكتيفيتي بتاعته اكتر من الايثانول مع انه مركب برانشد علشان عدد الكربونات اكتر شويه. تالت حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم على الدي هايدريتد الكحول. والدي هايدريتد الكحول من اسمه كده هو الكحول معهوش ميه، يعني بنتكلم في اكتر من 99% ده عباره عن الكحول بس. طبعا احنا كنا اتكلمنا من شويه على ال 70% الكحول، 70% دوت يعني 70% منه الكحول و 30% ميه. الدي هايدريتد يعني مفيش ميه، دي هايدريتد يعني عباره عن الكحول بس، والدي هايدريتد الكحول دوت عامل زي ميه النار بالظبط. دي هايدريتد الكحول حاجه بتحرق جدا ما ينفعش تتحط على الجلد، فعشان كده لو هنذاكر اي حاجه على الدي هايدريتد الكحول اهم حاجه ان هو ما ينفعش يستخدم كانتيسبتيك.
فالفكره ان احنا بنحط الميه على الكحول علشان يقلل الاريتيشن، يقلل الحرقان بتاعه شويه. فالدي هيدريتد الكحول او الابسوليوت الكحول مركب ما ينفعش يستخدم كانتيسبتيك، بيتحضر بقى من الديستيليشن بتاع الايثانول والبنزين ميكشر ومش عارف ايه، ده برضو كلام مش مهم قوي. رقم أربعة، ولسه الكلام مش مهم قوي، رقم أربعة عايزين نتكلم على حاجة اسمها الدي نيتشرد الكحول. الفكرة في الدي نيتشرد الكحول ببساطة ان احنا الكحول اكبر مشكلة ليه الابيوز، ان الناس بتجيب السبيرتو دوت الكحول دوت وتشربه علشان تتسطل، كل انواع الخمور بيبقى فيها نسبه كحول عاليه وعلشان كده بتبوظ الدماغ. ففي ناس بتشتري الكحول علشان تشربه علشان تتسطل. طب انا عايز اخلي الكحول ما يحصلوش ابيوز، اعمل ايه؟ اغير في النيتشر بتاعه الكحول. فالدي نيتشر ده الكحول عباره عن الكحول انا مغير النيتشر بتاعته، والهدف ان احنا نمنع الابيوز. علشان تغير في النيتشر بتاعه الكحول عندك حل من الاثنين، يا اما تستخدم كومبليتلي دي نيتشر ده الكحول، انت بوظته بقى خالص، ده عباره عن ايثانول مع ميثانول اللي هو بيسموه الول الكحول وبيحط عليه شويه بنزين، ده اللي بيتباع في السوبر ماركتات اسمه السبيرتو الاحمر. لو حد شاف منكم السبيرتو الاحمر ده ما ينفعش يتحط على الجلد، ده مش انتيسبتيك. فالكومبليتلي دي نيتشر ده الكحول ده ما ينفعش يستخدم كانتيسبتيك اصلا، اللي هو ايثانول وميثانول مع بنزين. في حاجات بتبقى سبيشيالي دي نيتشر ده الكحول، حاجات انا بغير النيتشر بتاعت الكحول لهدف معين، فممكن نحط على الكحول ايودين علشان نعمل تنكتشر ايودين، صبغه اليود، ودي هنتكلم عليها تاني الحصه اللي جايه ان شاء الله. فنحط على الكحول شويه ايودين علشان يبقى تنكتشر ايودين، ممكن نحط على الكحول شويه ميثانول وحاجات تانية يستخدم بقى في الماوث ووش اللي هي الحاجات بتاعه المضمضه، وفي الافتر شيف اللي هي بعد الحلاقه، وممكن نستخدم على الميثانول انواع الكحول تانية علشان نعمل بلانت اكستراكشن زي التجارب اللي كنتوا بتعملوها في الفايتو قبل كده، ازاي بعمل اكستراكشن للاكتيف كونستيتوينت والكلام دوت. فخلاصه الكلام دي نيتشرد الكحول بنعمله علشان نمنع الابيوز، ممكن يبقى كومبليتلي دي نيتشرد ده ما ينفعش يستخدم كانتيسبتيك، في حاجات تانية بقى سبيشيالي دي نيتشرد دي ممكن تستخدم كانتيسبتيك، ممكن تتحط على الجلد بتاعنا. خامس حاجة وآخر حاجة مش مهمة قوي اللي هو هيبقى الرابنج الكحول، والرابنج الكحول هنقراه مع بعض دلوقتي علشان هو مش مهم قوي. تعالوا نبدأ الكلام بتاعنا، إن إحنا بدأنا في أول كلاس خالص في الأنتيسيبتيك والديسنفكتانت وبنتكلم على الكحول والريليتد كومباوند. أول حاجة في الكحول والريليتد كومباوند هنتكلم في الإس إي آر. وفي الإس إي آر بتاعة الكحول كلمتين صغيرين بس مهمين جدا في الامتحان. أولا الأنتي مايكروبيال أكتيفيتي بتاعة البرايمري الكحول الكحول العادي بتزيد مع زيادة المولوكلر ويت. مولوكلر ويت بالنسبة لي اللي هو عدد الكربونات. فلما نزود عدد الكربونات هنزود الأكتيفيتي لحد 8 بس، أكتر من 8 الأكتيفيتي بتقل تاني. فكل ما بنزود عدد الكربونات كل ما الاكتيفيتي بتاعتك بتزيد لحد 8 كربونات، زي ما احنا بنقول اكتر من 8 الاكتيفيتي بتقل لان المولوكولار ويت هيزيد، فالسوليابيليتي بتقل عن المينيمم افكتيف كونسنتريشن، زي ما احنا قلنا كده هيبقى عامل زي نقطه زيت هيخش جوه الخليه بس هيكلكع مش هيشتغل اصلا. فاكتر من 8 كربونات المركب ما بيشتغلش. فطبعا على نفس الفكره بقى 3 اكتر من 2، فدايما لما بنزود عدد الكربونات الاكتيفيتي بتزيد. البرانشنج بيقلل الاكتيفيتي، بس انا مزود لك الكلمه اللي بالعربي دي لنفس عدد الكربونات. فالبيوتانول الانبرانشد احسن من الايزوبيوتانول اللي فيه برانش واحد، احسن من التيرشر بيوتايل الكحول اللي فيه برانشين. فالبرانشنج بيقلل عدد الكربونات بيقلل الاكتيفيتي بس لنفس عدد الكربونات. نبدأ في الأمثلة اللي عندنا، ومعظم الأمثلة الأولانية ديت كلام للرغي يعني ما بيجيش في امتحان. فالإيثانول العادي ال 70 أو ال 95 يستخدم كاح، أنا هطنش بقى الكلام ده، هو أنتيسيبتيك وديسنفكتنت وخلاص. أيزوبروبانول أهم حاجة فيه إن الأكتيفيتي بتاعته أعلى من الإيثانول. إزاي يا عم مور أكتف عن الإيثانول مع إنه برانشت؟ هيبقى علشان عدد الكربونات زي ما احنا قلنا. في التحضير هنجيبه من الدبل بوند مع الميه، وزي ما اتفقنا 40% من الايزوبروبانول مكافئ ل 60% من الايثانول، ده معناه ان الايزوبروبانول احسن بكميه صغيره بيدي نفس الاكتيفيتي بتاعه الايثانول. اتكلمنا بعد كده على الدي هيدريتد الكحول او الابسوليوت الكحول، حوالي 100% الكحول، واهم حاجه فيه انه ما ينفعش يستخدم كانتيسبتيك، ممكن يتحضر من الديستليشن بتاع كذا وكذا، ده برده مش مهم قوي. رقم أربعة بنتكلم على الدي نيتشرد الكحول، واتفقنا ان الكحول هنغير النيتشر بتاعه والهدف ان احنا نمنع الابيوز علشان محدش يسيء استخدام الكحول ده. ممكن يبقى كومبليتلي دي نيتشرد الكحول ايثانول مع ميثانول مع بنزين اللي هو السبيرتو الاحمر، وده ما ينفعش يستخدم كانتيسبتيك. ممكن يبقى سبيشيالي دي نيتشرد الكحول، زي ممكن نحط ايودين يبقى تنكتشر ايودين، ده اللي هنتكلم عليه بعد كده المره اللي جايه الحصه اللي جايه ان شاء الله. ممكن ميثانول مع حاجات تانيه في موت ووش، ممكن ميثانول مع الكحول في البلاند اكستراكشن. رقم خمسه اللي احنا ما قلناهوش بتاع الرابنج الكحول، كلمه رابنج بالعربي يعني فرك،
فده الكحول بنفرك بايدينا. الكحول دوت لو هتذاكر في حاجه ذاكر التركيب، يعني هو بيتكون من اسيتون مع ايزوبيوتايل كيتون مع ايثانول. الارقام مش مهمه قوي، بس اسيتون مع ايزوبيوتايل كيتون مع ايثانول، ده التكوين بتاع الرابنج الكحول. رابنج الكحول دوت هو اللي بيستخدموه علشان يطهروا ايد الجراحين قبل العمليات، زي ما انتوا بتشوفوا في الافلام كده ولا المسلسلات، الجراح يقعد يغسل ايده كده بحاجه زي الصابون قبل ما يخش العمليه. هو ما بيبقاش صابون، بيبقى رابنج الكحول، فهو بيبقى له سوذنج افكت، تاثير ملطف وفي نفس الوقت كولينج ايجنت، هو تاثير مبرد، لان الجراح عايز ايديه تبقى بارده علشان يعرف يشتغل. لو عرقت مش هيعرف يشتغل في بطن العيان، يفتح بقى جرح ويطلع الكليه ويطلع الكبد ويقعد يلعب كده زي ما هم بيلعبوا كده في العمليات. فلازم يكون الايد بتاعته تبقى بارده علشان يعرف يشتغل، فلو سوذنج افكت وكولينج افكت، فبيستخدم تو كلين السيرجن هاندز. بقيه الكلام بقى مش مهم، استرينجنت لوبيفيشنت مش عارف ايه ده دعك. فهو الرابنج الكحول انتيسيبتيك وديسنفكتنت، يستخدم مينلي تو كلين سيرجنت هاند. فده كده بالنسبه للحاجات اللي مش مهمه قوي واحنا بنتكلم على الكحول وريليتد كومباوند. نيجي بقى في رقم 6 و7 و8 وهنكتب جنبهم امتحان. اخر ثلاث مركبات في الكحول دول لازم يسال على حاجه فيهم في الامتحان، فدول ثلاث مركبات ما ينفعش يطنشوا. اول مركب فيهم هنتكلم على الايثايلين اوكسايد، ومركب الايثايلين اوكسايد دوت له اسم تاني اللي هو بيسموه الاوكسيران، والاختصار بتاعه مهم، الاي تي او. فالاي تي او اللي هو الايثايلين اوكسايد او الاوكسيران. اوكسيران ببساطه عباره عن حلقه ثلاثيه فيها او، حلقه غلبانه كده ما فيهاش غير كربونتين، ادي كربونه وادي الثانيه والاكسجين، فدوت الحلقه بتاعه الايثايلين اوكسايد او الاوكسيران بتاعك. الاوكسيران او الايثايلين اوكسايد اهم حاجه بيتسال عليها في الامتحان هيبقى الميكانيزم. ولو الدكتور سالني على الميكانيزم في الامتحان هنكتب كلمه نظري وهنكتب معادله، وفي الكلمه النظري هنقول بيحصل نيوكليوفيلينج رينج اوبننج. فاللي بيحصل في التفاعل بتاع الاوكسيران دوت بيحصل نيوكليوفيليك رينج اوبننج، شويه رغي بقى ممكن تقعد ترغيه في الامتحان بطريقتك، بس اهم حاجه تكتب له نيوكليوفيليك رينج اوبننج، وهنكتب له المعادله اللي هنقولها مع بعض دلوقتي. بدايه القصه ان احنا هنفعل الاوكسيران دوت مع نيوكليوفايل، والنيوكليوفايل دوت هتبقى جزء مهم من التكوين بتاع الار ان اي او الدي ان اي او البروتين بتاع البكتيريا اللي احنا عايزين نموتها. فالنيوكليوفايل دوت حاجه مهمه للبكتيريا اللي هنموتها. اللي بيحصل في التفاعل دوت ان النيوكليوفايل هيروح يهاجم كربونه ويفك الربط على الاو. الاو ديت هتاخد اتش من الميه اللي بتبقى موجوده في اي خليه في الدنيا، فالمركب اللي طالع هيبقى سي اتش 2 سي اتش 2. لو دي رقم واحد ورقم اتنين في الشرح بتاعي، رقم واحد هيبقى عليها او اتش لما الاو خدت اتش من الميه، ورقم اتنين اللي مسكت في النيوكليوفايل. النيوكليوفايل مسك في الكربونه رقم اتنين بكوفيلنت بوند، والكوفيلنت بوند ديت عباره عن رابطه irreversible. irreversible مش هتتكسر، يعني البكتيريا دي ماتت خلاص، انا بوظت البكتيريا دي. ولان النيوكليوفايل مسك في كربونات بنسمي العمليه دي عمليه الكايليشن. الكايليشن يعني انا بمسك في كربونات، فالالكايليشن لانها كوفيلنت بوند رابطه irreversible، فالبكتيريا بتاعتي هتموت. يغني كل الكلام الرغي اللي انا بقوله دوت كلمه واحده بس، نيوكليوفيليك رينج اوبننج، الحلقه تتفتح باستخدام النيوكليوفايل. فالنيوكليوفايل بتاعي هيهاجم كربونه ويفك الرابط على الاو تبقى الاو اتش، فالنيوكليوفايل هيمسك في كربونتين مع الاو اتش، ودي الرابطه الكوفيلنت الرابطه الايرفرسبل. المركب بتاع الايثايلين اوكسايد دوت المشكله بتاعته ان هو نون سيلكتيف، ولان هو نون سيلكتيف ممكن يعمل توكسيستي زي ما هيموت البكتيريا ممكن يموت الخلايا بتاعه البني ادمين. الحاجه الثانيه المهمه على الايثايلين اوكسايد ان هو اكسبلوسيف، ولان هو اكسبلوسيف فبيفرقع فاحنا بنخففه، وعلشان نخففه هنستخدمه على هيئه حاجه اسمها الكربوكسيد. الكربوكسيد دوت بيبقى عباره عن 10% من الاوكسيران مع 90% من السي او 2. السي او 2 هنا هو الدايلونت، هو مجرد الحاجه اللي بتخففه علشان ما يفرقعش في وشي. السؤال اللي مشهور جدا في الامتحان بتاع اخر السنه لما بيجي ام سي كيو، ان الكربوكسيد بيتكون من 10% اوكسيران مع 90% سي او 2، يبقى السي او 2 هو اللي بيموت البكتيريا. فطبعا الناس كلها بتختارها على اساس يعني ده كميه كبيره 90% يا عم ده اكيد هو دوت اللي غلط. السي او 2 هنا ملهاش اي لازم، سي او 2 مجرد بتخفف علشان تمنع الاكسبلوجن، هنا اللي بيشتغل اللي بيموت البكتيريا هو الاوكسيران بتاعي. فده بالنسبه لاول مركب مهم عندنا في الالكحول والريليتد كومباوند، اتكلمنا على الايثايلين اوكسايد او الاوكسيران، وقلنا ان الميكانيزم نيوكليوفيليك رينج اوبننج. تعالوا نتكلم على المركب اللي بعد كده، ولسه بنتكلم في مركبات مهمه، والمركب رقم 7 هنتكلم على الفورمالدهايد سوليوشن
او الفورمالين، والفورمال دهايد سوليوشن اهم حاجه فيه هيبقى الميكانيزم هو كمان، والميكانيزم هنكتب معادله وهنكتب برضو كلمه نظري. كلمه النظري اللي فات كانت نيوكليوفيليك رينج اوبننج، في الفورمال دهايد هنتكلم على كاربينول ديريفاتيف فورميشن، هنكون حاجه تبع الكاربينول، كاربينول ديريفاتيف فورميشن، وهنكتب معادله مع بعض. المعادله بتاعه الفورمال دهايد اسهل من اللي فات بكتير. فورمال دهايد هو اصغر الدهايد اتش سي دبل بوند او اتش، هنفاعل المركب دوت مع النيوكليوفايل، واتفقنا النيوكليوفايل دوت الحاجه المهمه للبكتيريا بتاعتك، بروتين ولا تي ان اي ولا ار ان اي ولا غيره. هنا النيوكليوفايل هيهاجم الكربونه بتاعه الدبل بوند او ويفك الرابطه على الاو، كالعاده الاو ديت هتاخد اتش من الميه علشان تبقى او اتش، فالمركب اللي طالع سي عندها اتش واتش، الاو خدت اتشايه ومسكت في النيوكليوفايل. تاني النيوكليوفايل مسك في كربونات يعني عمليه الكايليشن، والكايليشن يعني رابطه كوفيلنت، وكوفيلنت يعني رابطه الريفرسبل، والريفرسبل يعني نفس العك اللي فات بالظبط، بس الفرق ان الناتج اللي طالع هنا عباره عن كاربينول ديريفاتيف. كاربينول يعني كربونه عندها مجموعه او اتش، ما هو قول يعني الكحول، ايثانول ميثانول وهكذا، فكاربينول يعني كربونه عندها مجموعه او اتش، ده اللي النيوكليوفايل مسك فيه. فاول مركب كان الايثايلين، او مركب مهم الايثايلين اوكسايد كان النيوكليوفيليك رينج اوبننج، تاني واحد الفورمال دهايد بنتكلم على كاربينول ديريفاتيف فورميشن. فورمال دهايد سوليوشن دوت مركب الاكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، بس مشكلته ان هو اريتنت، فالحل بتاع الاريتيشن هنحلها في رقم 8، هنحلها في المركب اللي جاي كمان دقيقه. مركب بتاع الفورمالين ممكن يستخدم كسوليوشن، ممكن يستخدم كجاز، كل العك اللي في الورق دوت ملوش اي لازمه، هنكتب في الامتحان ان هو انتيسيبتيك وديسنفكتنت، وهنزود عليهم استخدام كمان شويه. فالفورمال دهايد والايثايلين اوكسايد انتيسيبتيك وديسنفكتنت، وهيبقى ليهم استخدام مهم جاي في المركب الثالث. المفروض ان الفورمالين دوت برضه مكتوب في الورق ان هو بيتكون من اكتر من 37% فورمال دهايد في الميثانول، فبرضه لو انت بتذاكر بالتفصيل السولفنت اللي في الفورمالين انا بدوب فورمال دهايد بس مش في ميه، انا بدوبه في ميثانول، فبنحط حوالي 37% فورمال دهايد او اكتر شويه، وبنكمل بالباقي بميثانول. طب الكلام ده كله لطيف جدا وانت بتتكلم على الفورمال دهايد، اتفقنا ان الفورمال دهايد حاجه فيري باورفول قويه جدا، بس مشكلته ان اريتنت. طب انت عايز حاجه تبقى باورفول ومش اريتنت، استخدم رقم 8، مركب اسمه الجلوترال او الجلوترال دهايد. مركب مهم جدا عند الدكتور طارق، والمركب دوت فيه كذا حاجه مهمه، في حاجات مكتوبين في الورق وفي حاجه مش مكتوبه في الورق. جلوترال دوت عباره عن مركب فيه 5 كربونات ومجموعه الدهايد، يعني بنتكلم في مجموعه الدهايد بعدها CH2 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 ومجموعه الدهايد تاني. ساعات بيجي في الامتحان بالشكل دوت اللي هو الشكل المفرود، الخمس كربونات ومجموعتين الدهايد، ساعات بيجي زي ما هو مرسوم في الكتاب كانه حلقه كده، فكربونه والثانيه والثالثه ومجموعه الدهايد CHO ومجموعه الدهايد CHO، فده الجلوترال وده هو نفسه الجلوترال بتاعه. مركب الجلوترال دوت اول حاجه مهمه فيه في الام سي كيو ان المركب دوت بيشتغل عند بي اتش من 7.5 ل 8، لا ينفع تقلل عن 7.5 ولا ينفع تزود عن 8، بي اتش صغيره جدا. اقل من 7.5 بيتحول لحاجه اسمها هيمي اسيتال، وشكل الهيمي اسيتال ده شكل ان اكتف. اكتر من 8 هيحصل له بوليمرايزيشن، والبوليمر بتاع المركب ده كمان ان اكتف. فاقل من 7.5 هيمي اسيتال ده ان اكتف، اكتر من 8 لو بقى الكلاين هيحصل له بوليمرايزيشن وده كمان ان اكتف. ده بالنسبة للسؤال بتاع الـ MCQ. لو جه سألني على الميكانيزم، الجلوترال بيشتغل بنفس الميكانيزم بتاع الفورمال دهايد، بس الميزة بتاعته إن هو less irritant، أقل في الإريتيشن. فإيه ميزة الجلوترال عن الفورمال دهايد؟ إن هو أقل في الإريتيشن. الكلمة التريكي بقى هنا، إن هو بيقول لي نفس الميكانيزم وما بيقولش إيه الميكانيزم دوت، وساعات في الامتحان مرة جه قبل كده وقال اكتب الميكانيزم بتاع الجلوترال، فخد بالك إن الجلوترال فيه الدهايد زي الفورمال دهايد بالظبط. يعني لما بتتكلم في ميكانيزم هنتكلم على نيوكليوفيليك رينج اوبننج ولا كاربينول ديريفاتيف فورميشن، زي الفورمال دهايد هنقول كاربينول ديريفاتيف فورميشن. فلو عايز تكتب ميكانيزم هنا للجلوترال ده، هنجيب النيوكليوفايل بتاع الدي ان اي والبروتين يمسك في الكربونه ويفك الرابطه على الاو تبقى الاو اتش، برضو الكايليشن والكلام اللي احنا قلناه ده. الجلوترال فيه مجموعتين الدهايد، يعني يفترض ان ممكن يمسك في 2 نيوكليوفايل، ممكن يعمل الميكانيزم ده مرتين، كانه ضعف الاكتيفيتي بتاعته الفورمال دهايد. فالمركب هيشتغل في الميكانيزم زي الفورمال دهايد كاربينول ديريفاتيف فورميشن، كمان مور اكتف علشان مجموعتين، والميزه بتاعته ان هو ليس اريتنت.
اليوزز بقى اللي مكتوبة على الجلوترال في الورق دي مش اليوزز بتاعت الجلوترال بس، يعني اليوزز اللي مكتوبة هنا دي هتمشي على رقم 6 ورقم 7 ورقم 8، الثلاث مركبات المهمين ايثايلين اوكسايد والفورمالدهايد والجلوترال، علشان موضوع النيوكليوفيليك رينج اوبننج والكاربينول ديريفاتيف فورميشن عند الدكتور طارق الثلاث مركبات دول هي المركبات الوحيده اللي ممكن نستخدمها في الاستريلايزيشن. كلمه استريلايزيشن يعني تعقيم، وعلشان تعقم الحاجه انت لازم تموت كل البكتيريا وكل الفنجاي زائد السبورز، اصعب حاجه تموتها السبورز. السبورز ديت انا فاهم ان السبورز عامله زي البيض بتاع الفنجاي، عامله زي الايج بتاع الفنجاي، السبورز بتبقى حواليها غشاء من بره مش اي دواء يقدر يخش من الممبرين بتاع السبورز ديت، فانت ممكن تستخدم كحول عادي هتموت بكتيريا هتموت فنجاي، بس لو في سبور ممكن تعمل لك انفكشن كمان شويه، ده في اوضه عمليات ولا حاجه بتتعقم ما ينفعش، انت محتاج حاجه تموت كل انواع البكتيريا والفنجاي والسبورز كمان، وما عنديش في الكيمياء غير الثلاث مركبات دول، ايثايلين اوكسايد والفورمالدهايد والجلوترال، بيستخدموا في الاستريلايزيشن لان هم بيموتوا السبورز للهيت سنسيتيف ماتيريال، الحاجات اللي كانوت بي اوتوكليف. يعني ايه الكلام الغريب دوت؟ يعني ايه كانوت بي اوتوكليف؟ معظم الحاجات لما بتعوز تعقمها بتسخن، سخن لدرجه حراره عاليه جدا، فساعتها كل البكتيريا والسبورز وبتاع هتسيح وتموت. طب في حاجات ما ينفعش تتسخن، البلاستيكات الجاونز بتاعت العمليات ما ينفعش تسخن الحاجات ديت، فلو عايز تعقمها من غير ما تسخن اعمل ايه؟ استخدم حاجه من الثلاثه اللي احنا بنقولها. فالاستخدام بتاع الايثايلين اوكسايد والفورمالدهايد والجلوتريل بيستخدموا في الاستريلايزيشن لان هم بيموتوا السبورز بتاعت الهيت سنسيتيف ماتيريال، الحاجات اللي ما ينفعش ندخلها في الاوتوكليف. كده احنا خلصنا الكلام على الالكحول، تعالوا نفتكر مع بعض ايه اللي احنا قلناه في الجزء المهم. طبعا من 1 لحد 5 كان الكلام العبيط، الالكحول والديهايدريتد الكحول والرابنج الكحول والكلام الغريب دوت. من اول رقم 6 كتبنا امتحان على 6 و7 و8. رقم 6 اتكلمنا على الايثايلين اوكسايد، الاي تي او الاختصار بتاعه، والاوكسيران وستراكشر غلبان، حلقه ثلاثيه كده فيها الاول الشكل بتاع الاوكسيران. في الميكانيزم بتاع الاوكسيران ده رغي، اكتبه بقى بطريقتك في الامتحان زي ما انت عايز، بس اهم حاجه نيوكليوفيليك رينج اوبننج، ده اهم حاجه في الميكانيزم بتاعي. في الميكانيزم بتاعي هنجيب النيوكليوفايل اللي احنا اتفقنا ان هو حاجه مهمه للنيوكليك اسيد او البروتين بتاعك، والنيوكليوفايل هيهاجم الكربونه ويفك الرابطه على الاو تبقى او اتش. كده النيوكليوفايل مسك في كربونه، معنى كده ان انت عملت الكايليشن، الكايليشن يعني رابطه كوفيلنت يعني رابطه ايرريفرسبل، يعني انت موتت البكتيريا بتاعتك. فالشكل دوت اللي احنا عملناه بنيوكليوفايل وفتحنا الحلقه بقى اسمه نيوكليوفيليك رينج اوبننج. مشكله الايثايلين اوكسايد انه نون سيلكتيف، فممكن يعمل توكسيستي، ممكن يموت خلايا البني ادمين. الحاجه اللي اهم في الامتحان في الام اس كيو لانه اكسبلوسيف، بيستخدم على هيئه كربوكسايد، والكربوكسايد 10% اوكسيلان و90% سي او 2، السي او 2 هنا ملوش اي لازمه، بيخفف بس علشان ما يفرقعش، لكن هو ملوش اكتيفيتي، اللي له اكتيفيتي هنا الاوكسيلان. مركب اللي بعد كده المهم بنتكلم على الفورمالين سوليوشن او الفورمالدهايد سوليوشن او الفورمالين. قلنا اكتر من 37% فورمالدهايد في الميثانول، في الميكانيزم بتاعه اهم حاجه ان هو كاربينول ديريفاتيف فورميشن، وبيجي في الامتحان بيسالني على الميكانيزم. فكاربينول ديريفاتيف فورميشن والمعادله سهله، نيوكليوفايل بيخش على الكربونه ويفك الرابطه على الاو تبقى الاو اتش. كربونه عندها او اتش ده اللي سميته كاربينول، مسكت برابطه كوفيلنت اللي هي الرابطه الايرريفرسبل، يعني عملت الكايليشن يعني موتت البكتيريا بتاعتك. مركب دوت بيشتغل بالراحه لكن باورفول اكشن، بس مشكلته ان هو ايريتانت الفورمالدهايد، يوزس السوليوشن والجاز ده رغي هاردن السكن وبيفور السيرجري وديسنفكت مش عارف ماشي عك، الكلام دوت مالناش دعوه بيه. نيجي بقى الرقم 8 اخر واحد في الالكحول، الجلوترال او الجلوترالدهايد، واتفقنا ان له رسمتين ممكن يجوا في الامتحان، هو 5 كربونات ومجموعتين الدهايد، فممكن تيجي الرسمه العاديه ان هو مفروض كده، او الرسمه الصغيره دي شبه الحلقه كده، 3 كربونات ومجموعه الدهايد ومجموعه الدهايد. ولان في مجموعتين الدهايد ممكن نعتبره مور اكتف عن الفورمالدهايد العادي، شغال بنفس الميكانيزم الكاربينول ديريفاتيف فورميشن لكن اقل في الاريتيشن. من اشهر الاسئله اللي بتيجي هنا في الام اس كيو ان هو بيتحضر وبيستخدم عند بي اتش من 7.5 ل 8، لا ينفع تقلل عن 7.5 ولا ينفع تزود عن 8، فاقل من 7.5 بيتحول لهيمي اسيتال وده ان اكتف، اكتر من 8 هيحصل له بوليمرايزيشن وده كمان ان اكتف.
اليوزز بتاعته اتفقنا ان اليوزز تمشي على الايثايلين اوكسايد وعلى الفورمالدهايد وعلى الجلوتريل بتاعي. اليوزز بتاعته بيعمل استريلايزيشن لانه بيموت السبورز، فبيعمل استريلايزيشن للهيت سنسيتيف ماتيريال اللي انا ما اقدرش اسخنها في الاوتوكليف. فكلمه استريلايزيشن كلمه مهمه في الثلاث مركبات دول. كل الرغي ده من 1 ل 8 احنا بنتكلم في اول كلاس، بس نتكلم على الالكحول والريليتد كومباوند. عشان كده الجزء ده هيحتاج منكم شويه مذاكره، انا عارف انه هيحتاج شويه مذاكره، بس هو لما بيتذاكر كذا مره هتلاقي الكلام دوت انت فاكره ان شاء الله. تعالوا بقى نتكلم على تاني كلاس عندنا، واحنا بنتكلم على الفينول والدريفاتيف بتاعتها. والفينول زي ما انتم عارفين هي عباره عن حلقه بنزين عندها مجموعه او اتش، ده كده الشكل بتاع الفينول. فالفينول لانه عامل زي الالكحول في مجموعه او اتش زي الالكحول، فهو كمان بيستخدم كانتيسبتيك وديسنفكتان. الفينول موجود في البيوت اللي هو الفينيك اللي بيمسحوا بيه الارضيات، فده عباره عن فينول، وهو نفسه اللي في الديتول. الديتول عباره عن فينول بس نضيف شويه، يعني النوع اللي فيه نضيف شويه. فهو في الاخر موجود في منظفات كتير، معظمهم ما بيستخدمش كانتيسبتيك لكن ممكن نستخدمه كماده مطهره. اول حاجه واحنا بنتكلم على الفينول هنتكلم على تعريف مهم جدا عند الدكتور طارق اسمه الفينول كوفيشنت. واول حاجه عشان تعريف الفينول كوفيشنت هيلخبطك دلوقتي، انا عايزك تحط في دماغك ان الفينول كوفيشنت ده حاجه كويسه. الفينول كوفيشنت ده رقم، كل ما يزيد كل ما الاكتيفيتي بتاعه الدواء بتاعتك بيزيد. فهو الفينول كوفيشنت ده رقم كويس، انا عايزه رقم عالي. ايه بقى مشكلتي مع الفينول كوفيشنت في التعريف بتاعه؟ فينول كوفيشنت هو عباره عن الدايليوشن بتاع الديسنفكتنت اللي هو الدواء بتاعك على الدايليوشن بتاع الفينول اللي بيعمل لي بقى نفس الاكتيفيتي بتاعت اللي بيديني نفس الافكت، بيموت سترين معين من السالمونيلا طيفي اندر سيم كونديشن بقى في نفس درجه الحراره ونفس البريشر ونفس اللي مش عارف ايه. انا اهم حاجه عندي في التعريف كلمه دايليوشن بتاعت الديسنفكتنت على الدايليوشن بتاعت الفينول. الكلام دوت لما بيجي لي كارقام الناس بتزهق منه قوي في الامتحان. ايه بقى موضوع الدايليوشن بتاع الديسنفكتنت على الدايليوشن بتاع الفينول اللي انت بتتكلم عليه؟ احنا دلوقتي عايزين نتكلم مع بعض على مركبين. هنفترض مع بعض ان انا عندي مركب اكس وعندي مركب واي، وهنفترض ان الواي ده اللي هو الفينول. مركب الاكس دوت بيشتغل بكونسنتريشن بتركيز 30%، لكن الفينول بيشتغل بتركيز 70%. خد بالك ده كونسنتريشن. انا هنا في القانون دوت مش بتكلم على الكونسنتريشن، ده انا بتكلم على الدايليوشن التخفيف. فلان الدايليوشن عكس الكونسنتريشن، انت لو تركيز الماده بتاعتك 30% يبقى انا خففها قد ايه؟ يعني بقيه الميه بتاعتك قد ايه؟ 70% في الحاله دي. اما الناحيه الثانيه تعالوا نغير الرقم بس عشان ما يطلعوش الارقام شبه بعض. لو انا بتكلم ان الفينول علشان يشتغل مثلا لازم يشتغل بتركيز 90% مثلا، معنى كده ان التخفيف بتاع الفينول اللي هو تركيزه 90% يبقى التخفيف في الحاله دي هيبقى 10%. فاللي انا عايز اوصله لكم مين اللي هيبقى احسن، اللي هيدي نفس الافكت اللي بيموت نفس البكتيريا بتركيز صغير ولا بتركيز كبير؟ طالما بيدي نفس الافكت سيم افكت يبقى انا عايز الحاجه يبقى تركيزها صغير، ولما يكون التركيز صغير يبقى الدايليوشن كبير. ما هو التركيز عكس الدايليوشن، التركيز عكس التخفيف. فهو القانون دوت مشكلته ان هو مش بيحسب لي الكونسنتريشن بتاعت الدواء على الكونسنتريشن بتاعت الفينول اللي بتدي نفس الافكت، ده بيحسب لي الدايليوشن بتاع الدواء على الدايليوشن بتاع الفينول. فكل ما الدواء بيشتغل بتخفيف اكتر كل ما الدواء دوت هيبقى مور اكتف في الحاله دي. فتاني بنتكلم في تعريف رخم شويه، واهم حاجه في التعريف دوت الرخامه بتاعته اللي دايما بتروح في الامتحان. معظم الناس لما بتذاكر بتذاكر على كونسنتريشن، فلا، هو الفينول كوفيشنت هو الدايليوشن بتاع الدواء بتاع الديسنفكتنت على الدايليوشن بتاع الفينول اللي بيدي نفس الافكت. اهم من كده تبقى حاطط في دماغك ان الفينول كوفيشنت ده رقم كويس. كل ما يزيد الرقم ده يعني الدواء بيشتغل بتخفيف اكتر، يعني الدواء دوت حاجه كويسه، الدواء دوت هيبقى مور اكتف في الحاله دي. فالفينول كوفيشنت رقم كل ما يزيد كل ما الاكتيفيتي بتاعتك بتزيد. ده واحد. تاني حاجه هنتكلم عليها في الفينول هنتكلم على السار بتاعه الفينول. تاني كتبنا امتحان، اول ما اشوف سار هكتب امتحان. كلام صغير جدا بس كلام مهم جدا. وانت بتتكلم في السار اول حاجه في السار ان السبستيتيوشن بتاع الفينول بتاعك باي مجموعه سواء الكايل او ايرايل او هالوجين وبالذات في الباره بتزود الاكتيفيتي. فالسبستيتيوشن لو حطيت اي حاجه على حلقه البنزين بتزود الاكتيفيتي وبالذات لو كانت عند البار. الكايل يعني كربونات عاديه، ارايل يعني حلقات بنزين سبستيتيوشن بكمان حلقه بنزين، هالوجين بقى زي الكلور والبروم وغيره.
فاي سبستيتيوشن بالكايل او ارايل او هالوجين بيزود الاكتيفيتي، وبالذات لو كان الكلام دوت في البؤر. رقم اتنين، البرانشنج هيقلل الاكتيفيتي بتاعتك، بس اتفقنا ان الكلام دوت عامه زي الالكحول بالظبط، البرانشنج هيقلل الاكتيفيتي بتاعتك لنفس عدد الكربونات زي بتاع الالكحول بالظبط. رقم تلاتة، هيقول لي ان الالكايل فينول والريزورسينول لو حطيت مجموعة الكايل او عملت مجموعة ريزورسينول، هنتكلم على شكلها كمان دقيقة، بتقلل التوكسيستي بتاعتي. لازم تتعلم بقى تجمع الاس اي ار مع بعضها، من النقطة الاولانية مجموعة الالكايل كانت بتزود الاكتيفيتي، من النقطة التالتة مجموعة الالكايل بتقلل التوكسيستي. معنى كده ان اي مركب فينول في مجموعة الكايل، الالكايل دي بتفيد في حاجتين، اولا بتزود اكتيفيتي، ثانيا بتقلل توكسيستي. فده التجميع بتاع الكلام دوت. فاي الكايل بيزود الاكتيفيتي، الاكتيفيتي بتقل مع البرانشنج بس لنفس عدد الكربونات، واي الكايل فينول او ريزورسينول بيقلل التوكسيستي. شكله ايه الريزورسينول دوت؟ علشان لما نيجي نتكلم عليه تاني كمان شويه. الريزورسينول دوت عباره عن حلقه فينول فيها مجموعتين او اتش ميتا لبعض. يعني لو رسمت حلقه فينول فيها او اتش وكمان او اتش ميتا، للناس اللي مش فاكره، لو دي الرابطه الاساسيه، ادي الاورثو، ادي الميتا، ادي البار، فمجموعتين او اتش ميتا لبعض، يبقى انت بتتكلم على الريزورسينول في الحاله دي، والريزورسينول المفروض ان هو بيقلل التوكسيستي لكن ملوش دعوه بالاكتيفيتي بتاعتك. ايه موضوع ان البرانشنج بيقلل الاكتيفيتي بس لنفس عدد الكربونات؟ لو هتكلم معاكم في مثال، مثلا عندك حلقه فينول عندها 3 كربونات في ستريت تشين، وعندك حلقه فينول عندها 3 كربونات بس ايزو، يعني هنا كربونه سي اتش 3 وسي اتش 3، ساعتها المركب اللي لفوق ده هيبقى مور اكتف. ليه؟ لان البرانشنج بيقلل الاكتيفيتي بتاعتك. فالاكتيفيتي بتاعتك بتزيد مع الاكتيفيتي بتاعتك بتزيد مع وجود الالكايل، وهتزيد برضو مع زياده عدد الكربونات، بس خد بالك ان البرانشنج بيقلل الاكتيفيتي لنفس عدد الكربونات. فلو قارنت الكايل ستريت مع الكايل برانشد بنفس العدد، يبقى البرانشنج دايما بيقلل الاكتيفيتي. فاتكلمنا على الفينول كوفيشنت، واتكلمنا على الاس اي ار. تالت حاجه نظري مهمه جدا في الفينول هيبقى الميكانيزم، والميكانيزم بتاع الفينول سطرين يتحفظوا الصم زي اسمي، لان نفس الميكانيزمين دول هيتكرروا في المنهج اكتر من مره، غير ان الدكتور بيسال في الميكانيزم بتاع الفينول ده، هنحتاج الميكانيزمات دي بعد كده. الفينول لما بيشتغل بتركيز قليل، نفس الدواء بقى، احنا بنتكلم في دواء اكس واحد، لما بيشتغل بتركيز قليل او بتركيز عالي، لو انا بكلمك على الاسبرين، انهي احسن تاخد؟ بلاش اسبرين، لو بنتكلم على الباراسيتامول، لو انت عايز تعالج الصداع، مين اللي هيشتغل اكتر؟ نفس الدواء، نفس الباراسيتامول، لو استخدمت حبايه باراسيتامول ولا حبايتين باراسيتامول، فالتركيز العالي بيشتغل اكتر بغض النظر عن التوكسيستي. فاحنا بنتكلم على نفس المركب دلوقتي، نفس الدواء، لو خدته بتركيز قليل ساعتها المركب بتاعك هيبقى ستاتيك، هيبقى بكتيريوستاتيك، لكن لو خدته بتركيز عالي هيبقى بكتيريوسايدال، هيموت البكتيريا على طول. اي مركب علشان يموت البكتيريا على طول يعمل لايسز للسيل ممبرين، فهو بيخش بالتركيز العالي يقطع السيل ممبرين، يرمي السيل كونستيتوانت بره، ساعتها البكتيريا بتاعتك ماتت. اما لو بتتكلم بقى في لو كونسنتريشن هيبقى ستاتيك، اخره بيعمل بريسيبتيشن للبكتيريا البروتين، والبكتيريا البروتين هنا مقصود بيها الانزيمات بتاعه البكتيريا، فالدواء بيخش يرسب الانزيمات بتاعه البكتيريا اللي هي بتستخدمها في الشغل بتاعها، يرسب الانزيمات بتاعه البكتيريا، فالبكتيريا هتموت بقى كمان يومين، 3 ايام، 4 ايام. فالميكانيزم بتاع الفينول مهم، لانه هيتكرر بنفس الفكره بالظبط. في اللو كونسنتريشن هيبقى ستاتيك بيعمل بريسيبتيشن للبكتيريا البروتين، في الهاي كونسنتريشن هيبقى سايدل لانه بيعمل لايسز للسيل ميمبرين. تعالوا نشوف الكلام دوت في ازاي قبل ما نتكلم على الامثله. فاول حاجه بنتكلم في تاني كلاس من الانتيسيبتيك والديسنفكتنت، بنتكلم على الفينول والديريفاتيف بتاعتهم. اول حاجه مهمه اتكلمنا على الفينول كوفيشنت، وفي الفينول كوفيشنت مهمه قوي في الامتحان تاخد بالك ان في التعريف هو الدايليوشن بتاع الدواء على الدايليوشن، مش كونسنتريشن، فالدايليوشن بتاع الديسنفكتنت على الدايليوشن بتاع الفينول اللي بيدي نفس الافكت بقى، يموت نوع معين من السلمونيلا تايفي اندر سيم كونديشن. والفينول كوفيشنت حاجه كويسه، فكل ما بيشتغل على الفينول كوفيشنت اكتر معنى كده ان هو تخفيف اكتر، يعني تركيز اقل، فكده المركب بتاعك مرتب. فكل ما يزيد الفينول كوفيشنت يعني الدواء بيشتغل بتخفيف اكتر او بتركيز اقل، يبقى الدواء بتاعك مور اكتف. السي ار وكتبت جنبها امتحان، وفي الاس سي ار ثلاث كلمات، السبستيتيوشن بالكايل او بارايل حلقات بنزين او هالوجين وبالذات عند البارا بيزود الاكتيفيتي.
البرانشنج بيقلل الاكتيفيتي عن الستريت، واتفقنا لنفس عدد الكربونات. الالكايل فينول والريزوسينول لما يكونوا 2 او اتش ميتا بيقلل التوكسيستي، يبقى الالكايل هنا بيزود اكتيفيتي وبيقلل توكسيستي في نفس الوقت. ميكانيزم قلنا هنحفظه صم، في اللو كونسنتريشن بيرسب بس البكتيريا البروتين هيبقى ستاتيك، في الهاي كونسنتريشن هيعمل لايسز للسيل ممبرين فبيبقى بكتيريو سايدل في الحاله دي. تعالوا نتكلم مع بعض بقى في الامثله اللي على الفينول والدريفاتيف بتاعتها. كالعاده شويه الامثله اللي في الاول دي بتبقى امثله سهله شويه. فاول مثال عندنا هيبقى الفينول نفسه. الفينول ساعات بيسموه الكربوليك اسيد، يعني كلمه كربوليك اسيد لو شفتها ده اسمه فينول. والفينول في الاستخدام بتاعه تلاقيه كتير في الورقه مش هتقراه، يعني انتي سيبتيك وانستيزيا وانتي بروريتيك وكوتيريزانت ومش عارف شيبك من الهبل دوت، هو انتي سيبتيك وديسنفكتنت، ممكن يتحط على الجلد بس مخفف شويه، فهو انتي سيبتيك وديسنفكتنت ده كلام مظبوط. رقم اثنين ليكويفايد فينول، من اسمه كده ليكويفايد فينول، يعني فينول حطيت عليه شويه ميه، الهدف من الميه انها تقلل الاريتيشن، تقلل الحرقان شويه بتاع الفينول دوت، ماشي. فرقم اثنين ما فيهوش حاجه. رقم ثلاثه بقى ونبدا في الاستراكشرات، وهنتكلم على البارا كلوروفين واحده بواحده كده معايا. بارا كلوروفينول مركب لو حفظت الاسم رسمت الاستراكشر، ما هو عباره عن فينول حلقه بنزين عندها او اتش والكربونال بارا عندها كلور. اهم حاجه بالنسبه لي ان الفينول كوفيشنت بتاع المركب ده 4، وحاول تحفظ الرقم احتياط، هما رقمين بس اللي هنحفظهم في الجزء ده. فالفينول كوفيشنت بتاع المركب ده 4، اكتر من واحد معنى كده ان هو مور اكتف عن الفينول. السؤال بتاعي بقى في الكيمياء، ليه المركب ده مور اكتف عن الفينول؟ علشان السي ال، ما احنا اتفقنا ان السبستيتيوشن بالكايل او ارايل او هالوجين وبالذات عند البارا بتزود الاكتيفيتي. فالسبستيتيوشن بتاع السي ال دوت بيزود الاكتيفيتي، وعلشان كده الفينول كوفيشنت اكتر من واحد. طبعا اكتر من واحد لان القانون بتاع الفينول كوفيشنت دايليوشن الدواء على دايليوشن الفينول. فلو كان الاكس دي كانت فينول ففينول على فينول هو واحد. فاي حاجه اكتر من واحد بيشتغل اكتر من الفينول، اي حاجه اقل من الواحد بيشتغل اقل من الفينول، لان المقارنه بالفينول انا في المقام بتاعي هو الفينول. فالفينول كوفيشنت اكتر من واحد يبقى اكيد مور اكتف عن الفينول، والسبب في الكيمياء علشان السبستيتيوشن بالكلور بتزود الاكتيفيتي. بيتحط بقى مع الكامفر في الليكويد بترول، ده كلام برضو ايه هبل ملوش اي لازمه. نيجي للمركب اللي بعد كده، والمركب دوت عايزك لما تذاكر اسمه تعرف تجيب الاستراكشر، هو اسمه بارا كلورو ميتازايلينول. تعالوا واحده كده مع بعض نتكلم على البارا كلورو ميتازايلينول دوت هيبقى عامل ازاي. لو احنا بنرسم مع بعض في الكيمياء حلقه بنزين فيها مجموعه ميثايل، حلقه البنزين اللي عندها مجموعه ميثايل ده اللي اسمه التولوين، فكلمه تولوين يعني حلقه بنزين عندها CH3. لو حطيت كمان مجموعه ميثايل يعني حلقه بنزين عندها مجموعتين ميثايل اسمه زيلين، والزيلين ده في منه ثلاث انواع على حسب اماكن ال CH3 بالنسبه لبعض، ففي اورثوزيلين في ميتازيلين وفي بارازيلين، فالاثنين ميثايل دول ميتا لبعض فده هنسميه ميتازيلين في الحاله دي، فميتازيلين يعني مجموعتين CH3 في المكان ميتا بالنسبه لبعض. حط على المركب دوت مجموعه او اتش، فبدل ميتازيلين بقت ميتازيلينول، فميتازيلين مع الاو اتش اللي هو الالكحول، حط على البارا كلور بقى بارا كلورو ميتازيلينول. مركب دوت مور اكتف عن الفينول ومور اكتف عن اللي قبله، مور اكتف عن رقم 3. ليه؟ لان الكلور بتزود اكتيفيتي بس الميثايل كمان بتزود اكتيفيتي. ما احنا قلنا ان اي الكايل بيزود الاكتيفيتي بالذات عند البارا، لكن هيزود عند الميتا عادي بيزود الاكتيفيتي عامه. فالاكتيفيتي بتاعتي اكتر من الفينول العادي واكتر كمان من المركب اللي قبله. ليه؟ علشان السبستيتيوشن بالالكايل والسبستيتيوشن بالهالوجين. عك بقى اللي في الورق نون ايريتانت انتي بكتيريال وانتي فانجل ويستخدم كشامبو، كل الهبل دوت ملوش اي لازمه. فاحنا لو بنتكلم في الورق الاستراكشرات هتبقى عامله ازاي؟ اول حاجه كان الفينول نفسه او الكربوليك اسيد، والكلام الرغي اللي جنبه ده ملوش اي لازمه. تاني حاجه هنتكلم على الليكويفايد فينول لما يكون مع 10% ووتر علشان يقلل الاريتيشن. بدانا الاستراكشرات بالبارا كلوروفينول لما حطيت كلور عند البارا، والبارا كلوروفينول اهم حاجه فيه انه مور اكتف عن الفينول، الفينول كوفيشنت عالي اكتر من واحد. ليه؟ علشان السبستيتيوشن بكلور. اتكلمنا على البارا كلورو ميتازيلينول وقلنا ان الزيلين مجموعتين الميثايل ميتا لبعض، زيلينول علشان الاو اتش وبارا كلور علشان الكلور، دي زي اللي قبله بس في اتنين ميثايل زياده، فالاكتيفيتي هتبقى اعلى من اللي قبله، والرغي اللي جنبه ده كلام للقرايه نون ايريتانت انتي بكتيريال وانتي فانجل وبيستخدم كشامبو، ماشي الكلام ده حلو قوي بس ملوش اي لازمه. تعالوا بقى نتكلم على اهم مركب في الجزء بتاع الفينول، واحنا بنتكلم في رقم 6 هيكسايل ريزوسين.
ما تزهقش، احنا مش فاضل لنا كتير في الحصه دي، بس عايزك تركز معايا لو سمحت. واحنا بنتكلم على الهيكسايل ريزورسينول، اتفقنا ان كلمه ريزورسينول يعني عباره عن حلقه بنزين فيها مجموعتين الاو اتش ميتال بعض، والمركب دوت هيكسايل يعني عنده 6 كربونات سي اتش 2 باي 5 سي اتش 3، فهو هيكسايل ريزورسينول. المركب دوت لما جم يشوفوا الفينول كوفيشنت بتاعه لقيوه 98، وده اكتر فينول كوفيشنت في كل المركبات اللي تبع الفينول، اعلى اكتيفيتي في كل المركبات بتاعه الفينول. لما جم يدوروا المركب ده الاكتيفيتي بتاعته عاليه ليه؟ لان علشان مجموعه الهيكسايل اللي موجوده. الكلام اللي هشرحه لكم دلوقتي كلام للفهم مش اكتر من كده، بس لما جم يعملوا علاقه ما بين الاكتيفيتي وعدد الكربونات في حاله الريزورسينول، في حاله المركبات اللي شبه الفينول، لما لقيت ان المركب كان كربونه واحده الاكتيفيتي كانت هنا، لما زودت الكربونتين الاكتيفيتي بقت هنا، ثلاث كربونات الاكتيفيتي بتزيد بتزيد بتزيد، لقيت ان الماكسيموم بتاعي 6 كربونات والاكتيفيتي بتاعتك بتقل تاني. الماكسيمم اكتيفيتي بتاعتي لقيتها موجوده عند الست كربونات. حد يفتكر في الكحول العادي كان الماكسيمم عند كام؟ 8 كربونات بالظبط كده، لكن في الهيكسايد ريزورسينول اتاكدت ان الماكسيمم اكتيفيتي في حاله الفينول عند 6 كربونات بس، فده اعلى اكتيفيتي في كل المركبات بتاعه الفينول، وعلشان كده الهيكسايد ريزورسينول الاكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، الفينول كوفيشنت بتاعه عالي جدا. ده مش بس كده، ده التوكسيستي بتاعته قليله، فاكتيفيتي عاليه علشان مجموعه الهيكسايل وتوكسيستي قليله علشان مجموعه الريزورسينول اللي موجوده، فالمركب ده زي الفل. هيكسايل ريزورسينول لانه اكتيفيتي عاليه وتوكسيستي قليله هناخده في المنهج 3 مرات. النهارده احنا بنتكلم عليه في الانتيسيبتيك والديسنفكتان، هنتكلم عليه بعد كده في الادويه بتاعه الفنجاي، هنستخدم في الادويه بتاعه الفطريات، وكمان هيستخدم كانثلمنتك في الادويه بتاعه الديدان. فهو نفس الهيكسايل ريزورسينول هناخده 3 مرات في المنهج بتاعنا. فهو بيستخدم كانتي بكتيريال، انتي فانجل، اللوكال انستيزيا، بيستخدم في اللوزنج الحبوب بتاعه الاستحلاب، هيستخدم كانفلمنتك للادويه بتاعه. فتاني كل القصه دي لان الاكتيفيتي عاليه جدا بسبب مجموعه الهيكسايل اللي عند البار. لسه بنتكلم على مركبات مهمه، واخر مركب مهم في الفينول بنتكلم في المركب رقم 7، بنتكلم على الهيكسا كلوروفين. طبعا الارقام في الورق لو حد بيبص معايا هيلاقي 1 2 3 4 بعدها 6 و7، هو الدكتور شطب مركبين في المحاضره فعشان كده ما رضيتش اكتبهم لكم في الورق، ف 4 و5 هتلاقيهم مش موجودين في الورق. رقم 7 بنتكلم على مركب اسمه الهيكسا كلوروفين، ساعات بيجي عليه اسئله في الامتحان. هحفظ ازاي المركب بتاع الهيكسا كلوروفين دوت؟ ركز معايا. هيكسا كلوروفين دوت عباره عن حلقه فينول فيها ثلاث مجموعات كلور، وانا برسم ثلاث مجموعات الكلور ببدا من جنب الاو اتش، ادي واحده كلور هفوت واحده وكلور وكلور، ما حفظتش تعالوا نرسم تاني، هرسم كمان مجموعه فينول وفيها ثلاث مجموعات كلور، هبدا الكلور دي من جنب الاو اتش، واحده كلور هفوت واحده وادي كلور وكلور. بعد ما رسمت المجموعتين اللي شبه بعض دول وصلهم في النص في سي اتش 2، فده مركب اسمه الهيكسا كلوروفين. هيكسا كلورو جايه من الستة كلور، وفين جايه من مجموعه الفينول بتاعتي. هيكسا كلوروفين المركب الاكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، ما بيقولش الفينول كوفيشنت بس الاكتيفيتي بتاعته عاليه جدا لسببين. اولا في ست مجموعات كلور، واي سبستيتيوشن بكلور بيزود الاكتيفيتي. ده مش بس كده، ده اتنين فينول، ده كانه ضعف الاكتيفيتي بتاع المركبات العاديه، لان المركب فيه حلقتين فينول ما هياش حلقه فينول واحده بس، فالاكتيفيتي بتاعته عاليه لانه باي فينولك، لانه اتنين فينول وفي نفس الوقت في ست مجموعات كلور في المركب ده. ده اهم حاجه تعرفها لي على الهيكسا كلوروفين. لو انت بتتكلم على التسميه بتاعه الهيكسا كلوروفين هي مش مهمه قوي، بس البيرنت بتاع المركب دوت هو بقى هيبقى الحلقه اللي على اليمين والحلقه اللي على الشمال الاثنين في نفس الوقت، فهو تراي كلوروفينول، ادي تراي كلوروفينول وادي تراي كلوروفين. فالبيرنت بتاعي باي او داي تراي كلوروفينول، هو البيرنت بتاعي نفس الحلقه على رقم 2 في الحلقه دي و2 داش في الحلقه دي، ادي 1 2 3 4 وادي 1 داش 2 داش 3 داش، على 2 و2 داش نفس الكربونه فبنقول عليها ميثايلين. للي هيذاكر بالتفصيل ليه ميثايلين مش ميثايل، ميثايل لو على بيرنت واحد، لو بتسمي على بيرنت واحد، لكن بتسمي على 2 بيرنت كانك على دبل بوند فبنقول ميثايلين في الحاله دي. فهنا ميثايلين على 2 او باي او بس اللي هي نفس الباي او الداي، 2 من الترايكلوروفينول. تاني التسميه مش مهمه قوي بس اعرف شكلها، ميثايلين بس ترايكلوروفينول، يبقى انت بتتكلم على الهيكسا كلوروفين.
عايز اتكلم على البريباريشن بتاع الهيكساكلوروفين، وزي ما كنا بنعمل مع بعض قبل كده علشان تعمل بريباريشن من غير ما توجع دماغك، انا عايز اذاكر البريباريشن دوت على الاستراكشر بتاعي، يعني انا مش عايز اقعد اذاكر مركبات جديده. يفترض ان انا لو بشرح لك الكلام ده بالتفصيل اقول لك ان الهيكساكلوروفين بيتحضر من مجموعتين من ترايكلوروفينول مع فورمالدهايد في وجود المش عارف ايه اللي على السهم. انا عايز اعمل الكلام دوت في الامتحان بس من غير ما اذاكر، هعمل ايه؟ ادي الاستراكشر بتاعي، احفظ معايا حلقة فينول وكمان حلقة فينول. حد يفتكر كنا بنرسم الكلور ازاي؟ كنت ببدأ من على الجنب كلور وبفوت واحدة وادي كلور وادي كلور، التانية ادي كلور بفوت واحدة وادي كلور وادي كلور، ووصلت المركبين دول في النص بالسي اتش 2. من الاخر بقى عايز تعمل بريباريشن، هقول لك اكسر ما بين السي اتش 2 وحلقات البنزين، حط على حلقات البنزين اتشات ما بتترسمش، فهو تراي كلوروفينول ما بيترسمش عليه الاتشات، وحط على الكرمادي دبل بوند او. فعليا انا بشيل اتش من الحلقه دي مع اتش من الحلقه دي مع الاو ديت جزيء ميه ونوصلهم ببعض، فاحنا هنفاعل جزيئين من التراي كلوروفينول مع السي اتش 2 دبل بوند او. سي اتش 2 دبل بوند او هو نفسه الفورمالدهايد، ما هو سي اتش 2 دبل بوند او. فلو كسرت ما بين السي اتش 2 والكرب والحلقتين اللي جنبها كل حلقه بتاخد اتشايه، فتراي كلوروفينول جزيئين من التراي كلوروفينول مع الفورمالدهايد في النص. اهم حاجه في الهيكسا كلوروفين ان الاكتيفيتي عاليه علشان باي فينوليك كومباوند وفي نفس الوقت ست مجموعات كلور. فاحنا بنتكلم في بقيه الفينول والديريفاتيف بتاعتهم. اهم مركبين في الفينول هيكسايل ريزورسينول، ده مركب الاكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، فالفينول كوفيشنت بيوصل ل 98، فريزورسينول 2 او اتش ميتال بعض، وادي مجموعه الهيكسايل اللي موجوده لتحت. الاكتيفيتي العاليه ديت نتيجه لمجموعه الهيكسايل، اتفقنا ان الماكسيمم هنا 6 كربونات مش 8 زي الالكحول، فالهيكسايل ده اعلى اكتيفيتي وفي نفس الوقت لو توكسيستي بسبب مجموعات الاو اتش اللي موجوده او الريزورسينول اللي موجوده. مركب ده احنا بناخده النهارده كانتي بكتيريال انتيسيبتيك وديسنفكتان، هناخده بعد كده كانتي فانجل، هناخده كانثلمنتك في علاج الديدان، هناخده في المنهج مرتين كمان، وممكن يستخدم كلوكال انستيزيا في اللوزنج اللي هي الحبوب بتاعه الاستحلاك. اخر مركب في الفينول بنتكلم على الهيكسا كلوروفين، واتفقنا ان المركب ده برسم حلقتين فينول عندها 3 كلور، كلور فوت واحده وكلور وكلور، كلور فوت واحده وكلور وكلور، الاثنين دول وصلتهم بسي اتش 2 ودي اهم حاجه في البريباريشن السي اتش 2. التسميه على الميثايلين تراي كلوروفينول الاهم وانا بحضر، هكسر الحلقات بتاخد اتشات ما بتترسمش والكربونه دي بتاخد دبل بوند او، سي اتش 2 دبل بوند او اللي هو الفورمالدهايد بتاعي. اهم حاجه ان الهيكسا كلوروفين اكتيفيتي عاليه عشان مجموعتين فينول وفي نفس الوقت في 6 كلور في المركب بتاعي. كده احنا لحد دلوقتي اتكلمنا على كلاسين بس في الانتيسيبتيك والديسنفكتنت، وعلشان كده تاني بقول لك جمع في ظهر الورق، اول كلاس كانت الالكحول بالمركبات بتاعته، تاني كلاس اتكلمنا على الفينول والديريفاتيف بتاعته. ثالث كلاس هنتكلم عليها النهارده هي كلاس صغيره بتاعته الاوكسيدايزنج ايجنت. الاوكسيدايزنج ايجنت من اسمها حاجه بتعمل اوكسيديشن، فالفكره انها بتاكسد البروتينات بتاعه البكتيريا فهتموت البكتيريا بتاعتك. معظم الحاجات الاوكسيدايزنج ايجنت هتبقى حاجات ان اورجانيك، حاجات بتطلع هيدروجين بيروكسيد او بتطلع بيروكسيد عامه، والبيروكسيد دوت بيطلع اكسجين جوه الخلايا والاكسجين دي هي اللي بتاكسد البكتيريا بتاعتك. ممكن تستخدم حاجه زي البوتاسيوم برمنجانيت، بوتاسيوم برمنجانيت هيعمل ديناتوريشن للبروتين عن طريق الاكسده. ميزه الاوكسيدايزنج ايجنت انها بتشتغل كويس اجينست الانيروبيك بكتيريا، والإينيروبيك بكتيريا هي البكتيريا اللي هي ما بتحتاجش للهواء ودي بتعمل أكبر مشكلة في السنين، فمعظم دكاترة السنين لما بيجي بيشتغل جوه أسنانك بيحشي أو بتاعه وتلاقيه بيحقن على طول أو بينظف على طول بـ H2O2 بمية أكسجين، فالفكرة إن مية الأكسجين بتشتغل على الإينيروبيك بكتيريا اللي هي بتبقى موجودة في السنين أكتر. ملهاش استخدام كتير لأن هي ليها بور بنتريشن، يعني لو حطيتها على الجلد مش هتخش قوي جوه الجلد، وفي نفس الوقت ليها ترانزيانت أكشن، الأكشن بتاعها وقته قليل قوي، يعني ثانيتين ثلاثة وخلاص خلص الأكشن على كده، ما بتقعدش فترة طويلة بتشتغل. فده مشكلة الأوكسيدايزنج إيجنت لو بنتكلم على الكلام النظري. واحنا بنتكلم على الاستراكشرات هنتكلم أول حاجة على الكربامايد بيروكسايد. وانت بتتكلم على الكربامايد تعالوا نفتكر مع بعض حاجه موجوده في حصه التسميات، اول حصه خالص للناس اللي سمعتها فيكم. كلمه كربامايد ديت عباره عن ايه؟ الكربامايد على فكره في الكيمياء هو نفسه اليوريا، بس علشان تجيب الكربامايد دوت انا هبدا معاكم من ال H2CO3 اللي هو الكربونيك اسيد. كربونيك اسيد من اهم المركبات في الكيمياء لانه داخل في استراكشرات كتيره قوي، هو C دبل بوند O OH مع OH، فسي دبل بوند او او اتش او اتش اللي هو H2CO3 ده اللي اسمه الكربونيك اسيد.
الكربونيك اسيد دوت لو شلت منه مجموعة او اتش وحطيت بدلها ان اتش 2، فانت عملت الامايد بتاع الكربونيك اسيد فاسمه الكربوميك اسيد. هو لسه اسيد لان في مجموعة او اتش من الناحية التانية، بس امايد من ناحية واسيد من ناحية، فبقى كربوميك اسيد. لو شلت الاو اتش التانية وحطيت مكانها كمان ان اتش 2، انت بتتكلم على الامايد بتاع الكربوميك اسيد. فالاسيتيك اسيد بيبقى اسيتاميد، بنزويك اسيد يبقى بنزاميد، كربوميك اسيد هيبقى كربامايد. كربامايد ده اللي احنا نعرفه باسم اليوريا. فاللي انا عايز اوصله لكم ان كلمه يوريا ده اسم تريفيال، اسم للمركب كله على بعضه، لكن هو فعليا اليوريا دي في الكيمياء اسمها الكربامايد. كربامايد دوت بقى احنا بنعمل له كومبلكس مع الاتش 2 او 2 مع الهيدروجين بيروكسيد. كومبلكس يعني مجرد نقطه كده، جزء من ده مع جزء من ده، الريشيو بتاعتهم واحد لواحد. الفكره هنا ان الهيدروجين بيروكسيد لوحده بيعمل اريتيشن، فاحنا بناخد معاه الكربامايد دوت. كل الفكره في الكربامايد ان هو له سوذنج افكت، هو له تاثير ملطف، ما بيحرقش الجلد بتاعي. الكلام دوت الدكتور لما بيحب يغلس في الامتحان زي الحته بتاعت الاكسبلوسيف من شويه، بيقول ان الكربامايد بيروكسيد، بنحط كربامايد علشان يزود الاكتيفيتي، علشان يموت البكتيريا، علشان يشتغل على البروتينات بتاعت البكتيريا، عشان يعمل لايسز للستيل ميمبرين. ملوش علاقه بالبكتيريا اصلا، الكربامايد مجرد حاجه ملطفه. لو حد وقف في صيدليات، في اصلا كريم في الصيدليه اسمه كربميد، كربميد ده اصلا بيتحط على الجلد زي الفازلين كده، حاجه ملطفه للجلد مش اكتر. فالكربميد هنا احنا بنحطه علشان له سوذنج افكت مش اكتر من كده. فده بالنسبه لاول مركب عندنا في الاوكسيدايزنج ايجنت. تاني مركب عندنا اسمه البنزوايل بيروكسيد. والبنزوايل بيروكسيد دوت مع انه مركب سهل، في حته لما بتيجي في الامتحان كل الناس بتحلها غلط. تعالوا نبدأ الكلام مع بعض ان حلقة البنزين لوحدها في التسميات اسمها بنزين. حلقة البنزين لو هتتسمى على حاجة تانية اسمها فينايل، فخد بالك ان حلقة البنزين لما بتتكتب على حاجة يعني هي كبيرنت لوحدها بيتقال بنزين، لكن لو هتسميها على حد تاني هتقول فينايل. لو حلقة البنزين معاها CH2 دي اسمها بنزايل. فالبنزايل في الكيمياء هي الحلقة مع CH2. لو حلقة البنزين كانت مع سي دبل بوند او، انت بتتكلم على بنزويل. ففرق البنزويل عن البنزايل هي الاو الزيادة، هي في او هنا زيادة في الكتابة عن البنزايل، فهي الاو الزيادة اللي في المركب بتاعي. فالحلقة لوحدها في نايل، زود سي اتش 2 بقت بنزايل، زود سي دبل بوند او بدل السي اتش 2 بقت بنزويل. مركب بتاعك اسمه البنزويل بيروكسيد، هرسم حلقة بنزويل وكمان حلقة بنزويل، وفي النص هنحط البيروكسيد بتاعي اللي هو الاثنين اكسجين. خد بالك ان في التسمية مش داي بنزويل بيروكسيد، هي بتتكتب مرة واحدة. فالبيروكسيد 2 او وبنزويل، يعني بنزويل على اليمين وبنزويل على الشمال. فالبنزويل بيروكسيد دوت هو اللي يعتبر اوكسيدايزنج ايجنت. علشان تحضر البنزويل بيروكسيد ده هتفاعل مركب مع الصوديوم بيروكسيد Na2O2، دي سهلة، بس هتفاعل جزيئين من البنزايل كلورايد، ودي اكتر حاجه تلخبط في الامتحان لما بتيجي على هيئه ام سي كيو. المفروض ان الصوديوم بيروكسيد في الحاله ديت هيعمل لك حاجتين. اول حاجه بيأكسد الكربونه بدل ما سي اتش 2 هتبقى سي دبل بوند او، وتاني حاجه هو اللي بيدخل البيروكسيد في النص. فالصوديوم بيروكسيد هيدخل الاثنين او اه، لكن بيأكسد الكربونه بيحولها لسي دبل بوند. ما عنديش اي مشكله في الكلام ده، مشكلتي كلها في الامتحان يجي يسالك على البريباريشن بتاع البنزويل بيروكسيد. اساسا لو افتكرت فين البنزويل بيروكسيد في الامتحان يبقى كتر خيرك. يقول لك وانا بحضر البنزويل بيروكسيد بحضره من بنزايل كلورايد ولا بنزويل كلورايد؟ يا سلام، بنزويل يبقى اكيد بيتحضر من البنزويل يا عم، فبنروح مختارين البنزويل كلورايد، وده غلط في الامتحان. فتاني اصعب حاجه هنا ان انت تركز لي ان البنزويل بيروكسيد لما بيتحضر تحضر من بنزايل كلورايد عادي. مركب ده بقى الاستخدام بتاعه هيبقى مهم لان هو بيستخدم ككيراتوليت. احنا اتفقنا ان معظم المركبات اللي هنا هنكتب جنبها انتيسيبتيك وديسنفكتنت، لكن في حاجات استخدامها لوحده كده زي الاستريلايزيشن من شويه. فالبنزويل بيروكسيد الميزه بتاعته او الاستخدام الزياده بتاعه بيستخدم كيراتوليتيك، وكيراتوليتيك يعني بيقشر الجلد، فممكن نستخدمه في علاج الاكني، في علاج حب الشباب. فانت لو بتتكلم على الاوكسيدايزنج ايجنت اتكلمنا على حاجتين في الاوكسيدايزنج ايجنت. اول حاجه الرغي النظري ده ملوش لازمه، معظمهم ان اورجانيك كومباوند. البرمنجانيت بيعمل ديناتوريشن، بتشتغل على الانيروبيك بكتيريا، فممكن نستخدمه في تطهير الجروح. مشكلته ان هو له بور بنتريشن وترانزينت اكشن. اهلا وسهلا.
الادويه بقى الكربامايد بيروكسيد، واتفقنا الكربامايد اللي هي اليوريا زي ما شرحناها من شويه عامله كومبلكس مع البيروكسيد واحد لواحد، بتستخدم كسوليوشن في الجليسرين ملوش لازمه، بيطلع هيدروجين بيروكسيد في الووتر ملوش لازمه. اهم حاجه بتيجي في الامتحان ان اليوريا هنا سوذنج، اليوريا هنا ما بتشتغلش، ما بتموتش حاجه ملهاش علاقه بالبكتيريا، سوذنج افكت بس. تاني مركب اللي هو الهيدروس بنزويل بيروكسيد ده، واتفقنا ان كلمه بنزويل زي ما احنا شرحنا مع بعض هي حلقه بنزين مع سيده بالبندق او، فبنزويل مع بنزويل وفي النص البيروكسيد ده. التحضير بتاع المركب بقى مش من البنزويل، التحضير بتاع المركب ده من البنزايل، اكتر حاجه بتيجي في الامتحان والناس بتحلها غلط. فجزيئين من البنزايل كلورايد مع ال Na2O2 اللي هو الصوديوم بيروكسيد علشان توصل للمركب بتاعك، بيتاخد مع ميه علشان يبقى سيف تو هاندل، ومقصود بسيف تو هاندل يعني يقلل الاريتيشن، فالميه تاني بتقلل الحرقان بتاع المركبات ديت شويه، فبيستخدم مع ميه عشان يبقى سيف تو هاندل، بيستخدم مع الباي كالسيوم فوسفيد ده استخدام سيوتكس بيزود الاستابيليتي بتاع الدواء نفسه. مهم تذاكر لي اليوزز بتاعته ان هو كيراتوليتيك في علاج الاكني، ان هو بيزود البروليفريشن بتاع الابيثيليال سيل، بيزود التقشير بتاع الخلايا بتاعه الجلد. احنا النهارده اتكلمنا على ثلاث بلصات بس في الانتيسيبتيك والديسنفكتنت، بدانا باول حاجه بالالكحول والديريفاتيف بتاعته، اتكلمنا على الاس سي ار بتاعه الالكحول، قعدنا نتكلم على شويه مركبات هبله الالكحول والرابنج الكحول والدي نيتشر الكحول والكلام العبيط ده، بدانا في رقم 6 في الحاجات المهمه واحنا بنتكلم على الايثايلين اوكسايد، اتكلمنا على الفورمالدهايد بتاع الكاربينول ديريفاتيف فورميشن، واتكلمنا على الجلوتريل بعد كده الثلاثه اللي كانوا بيعملوا ستيرلايزيشن. دخلنا بعد كده على الفينول، بدانا بالفينول كوفيشنت التعريف بتاعه، اتكلمنا على السار واتكلمنا على الميكانيزم المهم في اللو كونسنتريشن وفي الهاي كونسنتريشن. شويه مركبات في الاول كده هبله الفينول والكربول والليكوفايد فينول، اتكلمنا على البارا كلوروفينول والبارا كلوروميتا زايلينول. بدانا في المركبات المهمه لما اتكلمنا على الهيكسايل ريزورسينول اللي فيه 6 كربونات والهيكسا كلوروفين اللي كان فيه 6 مجموعات كلور ومجموعتين. اخر حاجه اتكلمنا على الاوكسلايزنج ايجنت وخدنا فيهم مركبين الكربامايد بيروكسايد اللي كان فيه الكربامايد سوذنج افكت، واتكلمنا كمان على البنزويل بيروكسايد اللي كان بيتحضر من جزيئين من البنزايل وكان بيستخدم ككيراتوليتيك بيقشر الجلد بتاعي. خلصنا الكلام بتاع النهارده، هتذاكر لي الحصه دي كويس وتحلي لي الاسئله اللي موجوده. ايه خلصنا كده وبتاع، فالمهم هتذاكر لي الكلام ده كويس بعد اذنك وتحلي لي الاسئله اللي عليه وتستعد للمره اللي جايه نكمل للانتيسبتيك والديسنفكتان. صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام كمان مرة، واشوفكم المرة اللي جاية على خير. سلام عليكم.